سلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف الف خير. كنتمنى تكونوا يا ربي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بنتشارك معكم الكعك الصغير تاع اسفي اولا قريش لا تعاشر، اللي كيجو اكثر من رائعين. كيف ما شفتوا كيجو زوينين وكيجو واحد المذاق لا يقاوم قسما بالله البنات، الى مذاق رائع. كيف ما شفتوا هذا الشكل وكيجي زوين، وكيلو كيف ما شفتوا كيعطي هذه الكميه كامله، يعني حسن من ناخذوه هكا من على برا، من شي محل هكا على برا كيبيعوا هكا الميزان. وهذا ما كيتجاوز الثمن ديالو 20 درهم باش كيتقام علينا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ودوزوا ان شاء الله المقادير على بركه الله. بسم الله البنات، نبداو ان شاء الله على بركه الله. بالنسبه للقريش ديال عاشور اولا الكعك صغير المسفيوي، عندي فيه جوج كيسان ديال السنيده، عندي فيه جوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال الماء. هادشي بالنسبه للمقادير تاع كيلو. عندي واحد ساشي تاع الفاني، عندي جوج ساشي ديال الخميره، وعندي النافع وحبه الحلاوه، وعندي كيلو الدقيق. هادشي كيوز ليا كيلو ان شاء الله. المهم غادي نضيف سنيده، درت جوج كيسان تاع السنيده. الكاس اللي نعبرو بيه هو اللي نبقاو نعبرو بيه. المهم هنا عندي كيسان تاع العنبه، نضيف جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال الماء. واحد ساشي تاع الفاني، غنحاول نخلط هاد السنيده والماء والزيت حتى تذوب ليا ديك السنيده كامله، وغادي نضيف النافع وحبه الحلاوه. المهم انا عندي هنا واحد، انا تيعجبني هكا القوام يكون في الكعك هكا كثير. عندي هكا واحد نص كاس ديال العنبه بحال هكا، وغادي نخلط حتى تذوب ليا السنيده. بالنسبه للدقيق انا كنصايب الدقيق ديال وليمه ممتاز خاص بالحلويات. غنبقى هكا نضيف الدقيق ونغربل حتى تجمع ليا العجينه. المهم انا عندي كيلو ديال الدقيق هنا معبور، عندي جوج تاع الخمارات. كنتمنى ان يكون واضح ونكون شرحت بطريقه يعني اللي مفهومه. وما فيش مقادير، يعني ما فيش مقادير بزاف. غادي نجمع هاد العجينه ان شاء الله ونرجع معاكم. نحيد هاد الطلب وغادي نكمل العجينه بيدي.
صافي البنات، ودابا غادي نجمعها هكا بيديا. تقريبا راه زاد ليا كيلو تاع الطبيخ كامل. بقى في انوريكم شنو بقى فيه، بقاو فيه شي جوج معالق بحال هكاك. ودابا غادي نديرها في واحد البلاستيكه على ما نصيب الميدة من الماكينه ونرجع معاكم. المهم انا هاد الكعك هاكي عصبني، ولكن صيبتو على قبلكم هاد العام موالفة كنصيبو، ولكن ما بقيتش كنصيبو يعني شحال بيني وبينو. صيبتو على قبلكم حتى بزاف البنات قالوا لي بغينا الكعك الصغير هو اللي مستوي، وسمحوا لي الا عطلتو عليكم واحد شوي. صافي دابا غادي ناخذ واحد البلاستيكه اولا سلوفان ونجمع بها العجينه مزيان. وغادي ندير فيه العجينة. صافي على ما نصيب الماكينه تاع الكاك ونرجع معكم هاد الوقت. المهم البنات، يعني من بعد ما جبت العجينه كيف ما شاركت معكم، طحنت العجينه كامله، حطيتها هكا فوطه فوق من الخامه، حطيت فوطه فوق الخامه بحال هكايا. صافي دابا كنبدا يا اما كنحطها بالموس لا كنديرها غير بحال هكا. انا طحنتها في الماكينه ديال الكاك، المهم كنمشي فيها في الماكينة تاع الكاك. ما شاركتش معاكم من كنت كنطحن نسيت، دابا بدات نجاد. صافي غادي نحطها بحال هكا، وغادي ناخد هاد الصايا ونديرهم بصباعي بحال هكا، وغادي نشد هكا بحال هكا. انا نعاود معاكم. نجيب هادي كنديرها هنا، وهادي كنلويها هكا بحال هكا، وتاني بنفس الطريقة كنعاود وحيدة. كيف ما شتو أنا راني قربت مسالي والله البنات، لا في العادة بزاف عرفتي. وأنا صيبتو غير على قبلكم على قبل البنات جميله، والبنات قالوا لي سلمى بغينا الكاك صغير ديال اسفي. صافي صيبتو على قبلكم، ما انا معي انا واحد شويه قال لي من الدار غير بلا ما تصايبي غادي غير ناخذو، قلت لي راه البنات المتتبعات ديالي بغاو. المهم ها نتوما كناخذ هادي بحال هكا، يعني ساهل ما كيحتاجش كيحتاج زعما شي عناء كتير ولا شي حاجة. كنديرو هكا بين يدينا وكنجيبو هادي هنا وهادي هنا. المهم أنا عنقى معاكم حتى كملات شوية اللي باقي ليا. كنحاولو أن نسدو هاد القنيتات باش ميبقاوش محلولين. هادي هكا وين كنتمنى انني انه يكون واضح ليكم التصوير. المهم كيلو كيخرج لاطا كبيره، المهم انا راه ما عمرش ليا اللاطا، تبقى هكا يبقى واحد تبقى هكا واحد الدواره صغيره. وغادي نطيبو فيه ان شاء الله من غادي يطيب بالعجين، غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي، كيجي زوين وخفيف على البنات، جربوه بطريقه انا بنات.
المهم الغزالات ديولي يعني من بعد ما طاب الكعك وجدو من الفران كيف ما قلت لكم ما غاديش نطيبو هنايا، غادي نطيبو في الفران يعني من بعد ما جدو كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين. هادو دارتو من جمبة خالي مغمضين بحالا وانا يا ما عرفت انا يا سيامه ديولي انايا واخا عوجه ماشي مشكل، المهم تكون حاجه الدار. المهم كيف ما شفتوا البنات كيجي لذيذ وكيجي زوين، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ونقول لكم واحد الحاجه قسما بالله، الا درتو على قبلكم يعني على قبل المتتبعات ديولي، كيف ما كتعرفوا راه بزاف البنات معايا من اسفي كيف ما كيعرفوا انه راه فيه العذاب وفيه التمره بزاف. المهم كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انني نكون وصلت لكم الطريقه باحسن يعني تكون وصلت لكم الطريقه ديال الكعك مزيان. ايوا البنات ما عليا الا نقول لكم ما تنساوش اللايك وبارطاجو يعني فضلا وليس امرا الا كان ممكن انكم تبارطاجوا لا فيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. بوسه كبيره ليكم، خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد. السلام عليكم.